النهضة، النهضة مصر دولة لا تنفصل عن مصر، ما هيش صحراء عشان تعملوا فيها قوانين الصحراء والجاهلية. انتوا قاعدين تحت مجلس الشورى، مجلس الشورى بالعمل الفترة الاقتصادية كان في يوم من الايام رئيسه يهودي، يعني رئيس مجلس الشورى كان في يوم من الايام كان اسمه مجلس الشورى، كان مفيش تمايز بين المسلمين والمسيحيين والاقباط والبهائيين وكل العالم والاكناس المضطهدة بالعالم كلها، كان في مصر والمرأة زيها زي الرجل. محترم طبعا يعبر عن كل فئات الشعب، يحسن فئة على فئة، وهيبقى دستور دائم اصلا، يعني مش احنا مش كل 5 سنين او كل 10 سنين نعمل دستور. احنا عايزين دستور طبعا محترم ما يتعبش فيه بعد كده ويتعدل بقى زي ما كان بيعمل حسن مبارك، هذا مش عاجباه يشيل دي ويحط دي وبتاع. عايزين دستور يعبر عن فئات الشعب كله، ليبراليين واسلاميين ويساريين وكل فئات الشعب. احنا جايين هنا عشان احنا النهارده يعني عشان لجنه تاسيسيه برضه فيها مغالبة، فاحنا عايزين لجنة الاساسية تبقى متوازنة وفيها طبعا شخصيات محترمة بره اللجنة الاساسية، احنا عايزينها تكون موجودين. يعني ما ينفعش مثلا الدكتور محمد البرنا ما يبقاش موجود، الدكتور علاء الاسواني، المستشار محمد حامد الجمل اللي كان رئيس مجلس الدولة، في ناس كتير يعني. انا طبعا نزيل النهارده مش في الورقه دي ضد اخوان الدوله وضد سيطره التيار بعينه على اللجنه التاهيليه للدستور، وطالب بحل اللجنه التاهيليه للدستور لانها لجنه لا تمثل كافه اطياف المجتمع، لجنه تفتقر الى الكفاءه وتقوم على الولاء لتيار معين. احنا مستغربين طبعا من اللي بيحصل في اللجنه دي، لان ده تعتبر خطوه الى اخوان الدوله. مستغربين ازاي يرجعوا الرد اللي هو يعني خلاص انتهى من كل العالم، احنا عايزين نرجعه تاني. تجاره النساء وتجاره الاطفال ازاي عايزين نرجعوها؟ تمام، ازاي مش عايزين نطلعه بقانون يجرم تجاره الاطفال وتجاره النساء؟ تمام. 36 تلتزم الدوله باتخاذ كافه التدابير التشريعيه والتنفيذيه لتحقيق مبدا المساواه المراه مع الرجل في مجالات الحياه السياسيه والثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه وسائر المجالات الاخرى، بما لا يخل باحكام الشريعه الاسلاميه، وتوفر الدوله خدمات الامومه والطفوله بالمجان، وتكفل للمراه الحمايه والرعايه الاجتماعيه والاقتصاديه والصحيه وحق الكسب، وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الاسره وعملها في المجتمع. ده نص المجلس، وإذ نؤكد أننا لا نعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية، إنما نعترض على أنه لا توجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين، مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد حكم من الحقوق والحريات.